هذا يسأل عن بيع المرابحة، لكن يعني قصده بيع اللي يسمونها مسألة الدينة، أو مسألة الدينة اللي يشري بضاعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال يستفيد من ثمنها في الحال، هذا لا بأس به، بشرط أن تكون السلعة عند البائع، تكون السلعة عند البائع حين جئت إليه والسلعة عنده وشريتها منه بثمن مؤجل، ثم تقبضها وتنقلها من مكان البائع وتبيعها في مكان آخر على غير البائع، وتستفيد من ثمنها، تستفيد من ثمنها. أما إنك تجي واحد ما عنده سلعة ويقول لك رح دور وعلما بسعرها وقيده عليك ثم يروح ويأخذها ويعطيك إياها، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك، هذا بيع ما لا يملك.